السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر مسار آداب وإنسانيات. درسنا اليوم هو درس اللوغاريتمات في جزئه الثاني. سوف نتعلم في هذا الفيديو إيجاد قيم مقادير لوغاريتمية، التمييز بين مفهومي كل من اللوغاريتم الاعتيادي واللوغاريتم الطبيعي، إيجاد قيم مقادير تتضمن لوغاريتمات اعتيادية وطبيعية. فلنبدأ الآن أعزائي الطلاب بحل بعض التمارين لتنشيط ذاكرتنا بالمعلومات الواردة في الدرس السابق. هذه التمارين صفحة 27 من الكتاب. اكتب العبارة في الصورة اللوغاريتمية. تمرين رقم 23. 3 to the power of 8 equal 6561. المطلوب هنا كتابة هذه العبارة في الصورة اللوغاريتمية، وهذه هي عبارة مكتوبة في الصورة الأسية. الحل: الصورة اللوغاريتمية للعبارة 3 to the power of 8 equals 6561 هي، أحسنتم، log 6561 للأساس 3 equals 8. نأخذ سؤالا آخر، اكتب العبارة في الصورة الأسية. تمرين number 30، log 1 over 32 للأساس 2 equals minus 5. هذه العبارة معطاة في الصورة اللوغاريتمية، والمطلوب كتابتها في الصورة الأسية. الحل: الصورة الأسية للعبارة log 1 over 32 للأساس 2 equal minus 5 هي، ممتاز، 2 to the power of minus 5 equal 1 over 32. والآن أعزائي الطلاب فلنبدأ بمناقشة مثال نمبر 3 صفحة 23 من الكتاب. أوجد قيمة كل مقدار لوغاريتمي أدناه. A log 125 للأساس 5. كما تعلمنا أعزائي الطلاب أن اللوغاريتم هو قيمة الأس الذي يجب رفعه لأساس معين ليعطي قيمة مدخلة اللوغاريتم، وبالتالي لإيجاد قيمة اللوغاريتم يقودنا ذلك لأن نسأل أنفسنا سؤالاً بسيطاً: إلى أي أس يجب رفع الأساس 5 ليعطي الناتج 125؟ نعم، بما أن 5 to the power 3 equals 125، فإن log 125 للأساس 5 equals 3. ننتقل الآن إلى الجزئية B. log 16 للأساس 1 over 4. بنفس الطريقة أعزائي الطلاب نسأل أنفسنا إلى أي أس يجب رفع الأساس 1 over 4 ليعطي الناتج 16. لاحظ هنا عزيزي الطالب أن الأساس 1 over 4 ليس عدداً صحيحاً، وإنما كسراً عادياً، وهذا سوف يؤثر على ماذا برأيك؟ نعم، أحسنتم، سوف يؤثر على إشارة الأس، وبالتالي بما أن 1 over 4 to the power negative 2 equals 16، فإن log 16 للأساس 1 over 4 equals minus 2. ممتاز. الآن أعزائي الطلاب ننتقل إلى جزئية C. log 0 للأساس 3. لاحظ هنا عزيزي الطالب أن مدخلة اللوغاريتم هي العدد 0. كما تعلمنا من مفهوم اللوغاريتم أن من شروط مدخلة اللوغاريتم أن لا تساوي 0. تأمل الآن في السؤال،
إلى أي عدد يجب رفع الأساس 3 ليعطي الناتج 0؟ هل يوجد عدد؟ بما أنه لا وجود لقوة هنا ليكون الناتج 0، إذن log 0 للأساس 3 ليست معرفة. وأخيراً ننتقل إلى الجزئية دي. log 2 to the power of 8 للأساس 2. بنفس الطريقة، إلى أي أس نرفع الأساس 2 ليعطي الناتج 2 to the power of 8؟ لاحظ هنا عزيزي الطالب أن مدخلة اللوغاريتم مكتوبة بصورة أسية، وهذا يجعل الحل سهلاً، لأنه بما أن 2 to the power of 8 هي نفسها equal 2 to the power of 8، إذن مباشرة log 2 to the power of 8 للأساس 2 equals 8. أما الآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. هذه التمارين صفحة 23. Number 3، أوجد قيمة كل مقدار لوغاريتمي أدناه. A log 1 over 81 للأساس 3. نعم صحيح أعزائي الطلاب، بما أن 3 to the power of negative 4 equals 1 over 81، إذن سيكون الحل log 1 over 81 للأساس 3 equals negative 4. ننتقل إلى الجزئية B. log negative 7 للأساس 7. لاحظ هنا عزيزي الطالب إشارة مدخلة اللوغاريتم، وهذا يجعلنا نقف قليلاً ونتذكر ما يلي. مخرجة أي دالة أسية في الصورة y equal b to the power of x عندما b greater than 0 عدد موجب دائماً، لذا يجب أن تكون مدخلة الدالة اللوغاريتمية عدداً موجباً أيضاً. لابد وأنكم قد عرفتم الإجابة الآن، بما أن مدخلة الدالة اللوغاريتمية عدداً سالباً، فإن log negative 7 للأساس 7، ممتاز أعزائي الطلاب، ليست معرفة. ننتقل إلى الجزئية C. log 5 to the power of 9 للأساس 5. بما أن 5 to the power of 9 equals 5 to the power of 9، إذن مباشرة log 5 to the power of 9 للأساس 5 equals 9. المفهوم: اللوغاريتمات الاعتيادية واللوغاريتمات الطبيعية. سوف نتعرف الآن على أنواع خاصة من اللوغاريتمات، الأول وهو اللوغاريتم الاعتيادي، والثاني هو اللوغاريتم الطبيعي. يسمى اللوغاريتم للأساس 10 اللوغاريتم الاعتيادي، ويكتب log x باعتبار أن الأساس 10 موجود ضمنياً. يسمى اللوغاريتم للأساس e اللوغاريتم الطبيعي، ويكتب ln x. هذا يعني أن log x للأساس 10 ولوغ x تعنيان الشيء نفسه. إذن تستطيع عزيزي الطالب أن تستبدل الصيغة log x للأساس 10 بكتابة log x فقط. وكذلك log x للأساس e ولن x
تعنيان الشيء نفسه أيضا. وهنا أيضا تستطيع استبدال الصيغة log x للأساس e بلين x. فلننتقل الآن إلى المثال الرابع صفحة 23. أوجد قيمة كل مقدار لوغاريتمي أدناه. قرب الإجابة إلى أقرب جزء من 10,000. A log 900. لاحظ هنا عزيزي الطالب، ما نوع هذا اللوغاريتم؟ أحسنت، هذا هو اللوغاريتم الاعتيادي الذي فيه الأساس 10 موجود ضمنياً. ولكن هل تستطيع إيجاد قيمة هذا اللوغاريتم بطريقة التخمين كما في المثال السابق؟ لابد وأنك سوف تجد صعوبة في ذلك. إذن سوف نستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد قيمة هذا اللوغاريتم. تحتوي معظم الحاسبات على مفتاح للوغاريتم الاعتيادي log ومفتاح للوغاريتم الطبيعي ln. هذا مفتاح log وهذا مفتاح ln. نقوم الآن بإدخال log 900 equals النتيجة التالية. الآن سوف نقوم بتقريب هذه الإجابة إلى أقرب جزء من 10,000. سوف يكون الحل log 900 equal approximately 2.9542. تحقق من الإجابة بكتابة العبارة في الصورة الأسية وإيجاد قيمتها. تستطيع عزيزي الطالب الآن إدخال 10^2.9542 بالآلة الحاسبة لتعطي النتيجة تقريباً 900. الجزئية B ln E، ما نوع هذا اللوغاريتم؟ نعم أحسنتم، هذا هو اللوغاريتم الطبيعي لأن الأساس E موجود فيه ضمنياً. نستخدم الآلة الحاسبة في إيجاد قيمة هذا اللوغاريتم. ln e equals 1. إذن سوف يكون الحل ln e equals 1. أيضا يمكنك التحقق من صحة حلك بإدخال e to the power of 1 لتعطي النتيجة e. ننتقل إلى الجزئية C ln -1.87. لاحظ هنا عزيزي الطالب إشارة مدخلة اللوغاريتم. نقوم بإدخال الصيغة بالآلة الحاسبة ln -1.87 ليعطي الآن خطأ في الحل. هل تعلمون لماذا؟ نعم أحسنتم، فلنسأل أنفسنا الآن، ما هو الأس الذي يجب رفعه للأساس E ليعطي النتيجة -1.87؟ نعم، لا يوجد أس إذا رفعنا E إليه نحصل على عدد سالب، لذا فإن ln -1.87 غير معرفة. وأما الآن أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. هذه التمارين صفحة 23. Number 4، أوجد قيمة كل مقدار لوغاريتمي أدناه. قرب الإجابة إلى أقرب جزء من 10,000. نبدأ بالجزئية A log 321.
لابد وأنك عزيزي الطالب قد عرفت الإجابة. log 321 equals هذه النتيجة. سوف نقوم بتقريب الإجابة إلى أقرب جزء من 10,000 ليعطي الحل log 321 equal approximately 2.5065. ننتقل إلى الجزئية B len 1215. نعم، أنا متأكدة من معرفتك لهذه النتيجة. نقوم بإدخال لن 1215 equals الإجابة التالية. نقوم بتقريب هذه الإجابة إلى أقرب جزء من 10,000. يكون الحل لن 1215 equal approximately 7.1025. وأخيرا وليس آخرا الجزئية C log 0.17. نعم، فلنتحقق معا من صحة حلك. نقوم بإدخال log 0.17 لتعطي هذه النتيجة. نقوم بتقريب الإجابة إلى أقرب جزء من 10,000 ليكون الحل log 0.17 equal approximately negative 0.7696. أحسنتم أعزائي الطلاب. دمتم بخير وإلى لقاء آخر في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.